السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن كيفية استخدام الجوجل كلاس روم. طبعا بداية أكتب في بالمتصفح جوجل كلاس روم، راح ينقلني إلى هذا مثل اللي تشوفون جوجل كلاس روم، فأضغط عليه راح يطالبني بيوزر وباسورد عادي، هو كأنما جيميل، فاستخدم يفضل انه استخدم ايميل الرسمي اللي مزودتني به الجامعه او الكليه. فانا هنا مثلا هذا ايميل الرسمي اضغط عليه، طبعا اكتب اليوزر هذا الباسورد، راح ينقلني الى الصفحه مالتي. طبعا بدايه اذا انا ما مسوي اي صف راح تطلع هاي كلها فارغه كانها ماكو، بس انا هنا عندي اكثر من صف فراح ابدا اكون صف جديد. هسه انا بدي اكون صف جديد، فما اقول له جوين، هاي الطالب يقول له جوين كلاس يلتحق بالصف، بينما انا كاستاذ اقول له كرييت كلاس يعني سوي الكلاس. فاكتب اسم الكلاس، مثلا انا حكتب هنا تيست، هو يعني كلاس مختصر، فاكتب هنا تيست. زين هنا المرحله، مثلا اكتب المرحله الاولى، زين مرحله اولى او اي شيء انا اكتبه. الموضوع ايضا اقدر اكتب الموضوع هنا، اسم حاسم الاستاذ او غيرها، الصف اذا كان اكو صف، وحتى لو عفوا فارغ هم ما ياثر. اقول لك كرييت، لكن اسم الكلاس ضروري حتى الطالب يعرف. زين اقول لك كرييت سوي لي هذا الكلاس. زين فهسه راح يفتح لي صف، راح يفتح لي صف. طبعا هنا ايضا الثيم اقدر ابدله مثل ما تشوفون، اقدر هنا اختار، راح يطلع لي عده ثيمات، اقدر اختار اي ثيم انا اشوفه. زين هاي مثلا سمات اند ساينس، فرضا اختار هذا مثلا. زين اقول له سيليكت، فراح تتبدل لهذا. هذا هنا الكلاس كود، الكود اللي راح تعطيه للطالب اللي عن طريقه من يسوي جوين كلاس يطالبه بكود، فراح يكتب هذا الكود راح يلتحق بالصف مالتك. زين طبعا هنا مثل ما تشوفون عندنا ستريم وعندنا كلاس ورك وبيبل وجريد. الستريم هي تقدر تكتب بها الاعلانات، هنا شير سمثينج وذ يور كلاس، اي اعلان تريد تكتبه، مثلا نكتب الامتحان الاول يوم كذا مثلا. زين طبعا هنا انا بالصف مالتي هذا راح اختاره، واقدر ايضا ارفق ملف وياه، اذا عندك ملف تريد ترفقه هنا فايل او يوتيوب او غيرها، وتسوي له بوست. طبعا اي شيء راح تنشره حيقول لك بوست عفوا بوست، او تقدر تسوي سكيدجول، يعني شنو مثلا انت هذا الاعلان تريده بعد يومين ينزل للطلاب، فانت من هسه تحضره وتعطيه تاريخ، تقول له هذا انشر لي بفلان تاريخ بفلان وقت، فما راح ينشر للطلاب الا عندما ياتي هذا التاريخ وهذا الوقت راح ينشر، او اذا تريد راسا تنشره فتقول له بوست. هذا بالنسبه للاعلانات. هذا الستريم هنا راح يشتمل اي شيء تنشره هنا راح ينزل بترتيبه الزمني، زين الاحدث فالاحدث وهكذا. الكلاس ورك هو يفضل انه تنزل محاضراتك وامتحاناتك على بالكلاس ورك، لانه راح تكون طريقه مرتبه. طبعا بالكلاس ورك انا احاول اقسم الصفحة مالتي إلى توبكس أو مواضيع، يعني شنو؟ يعني مثلا أنا شنو عندي؟ أجي هنا أسوي توبك، أول توبك مثلا أسميه المحاضرات، هذا عنوان بعدني ما ضايف شيء، بس مجرد أقسم. بعدين أجي التوبك الثاني شنو عندي؟ مثلا الواجبات، بعدين اقدر اضيف توبك اخر او موضوع اخر اسميه مثلا الواجبات. زين بعدين اضيف موضوع اخر اسميه مثلا الاعلانات، مثلا عندي اعلانات للطلاب الاعلانات، وهكذا. انا شنو عندي اضيف مثلا وسائل ايضاح، فيديوهات صور غيرها اقدر اضيفها هنا. وهكذا اقسم الصفحه مالتي لعده اقسام. زين هسه اريد اضيف لهم محاضره اضيف لهم. المحاضرات تضاف بشكل ماتيريال، سواء كانت باوربوينت، سواء كانت
PDF وورد أو سواء كانت ملف فيديو أو لينك تضاف بشكل ماتيريال. فأنا من أقول له ماتيريال هنا هاي الماتيريال المحاضرة الأولى، أكتب المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى إيش تحتوي؟ تحتوي على PDF، محاضرة هي محتوى المحاضرة، تحتوي على قد يكون ملف فيديو، تحتوي على ملف يوتيوب. فأنا هنا أضيف مثلا، أقول له إذا أريد أضيف ملف أقول له فايل، وأروح من الحاسبة مالتي أخذ هنا أقول له select file، من الحاسبة مالتي أجيب ملف اللي أنا أريده، راح أخذ منه مثلا ملف، مثلا خلينا نقول شوف PDF، هذا مثلا ملف PDF زين، هذا مثلا أنا راح أخذ الملف وأريد أحمله زين، هذا خلصته. ويا الملف PDF أريد أضيف مثلا أريد أضيف أيضا يوتيوب، أدوس على يوتيوب، فبمجرد أنه أنا راح أكتب هنا اللي يسموه اللينك مال يوتيوب، أو أكتب اسم اليوتيوب اللي أنا أريده مثلا كيفية استخدام جوجل كلاس روم، وأبحث، هو هنا راح يبحث لي وأختار الفيديو اللي أريده، راح ينزل لي هنا مثلا هذا، أجيبه أقول له آد. ورا ما خلصت المواد اللي أنا أريد أنزلها شو أقول له؟ أقول له التوبك مالتي هذا خلي لي تحت عنوان المحاضرات زين، هنا ديسكريبشن أي وصف التطبيق تخلي المحاضرة، وتقول له بوست، أو تقول له نفس الشيء مثل ما قلنا سكيجول، يعني ما تريد هسه تنشرها، تريد مثلا بعد يومين بعد أسبوع تحضرها، فهي راح تنشر تباعا، أو تقول له بوست راح تنزل. فهسه حقول له بوست، أني راح ينزل عندي تحت المحاضرات المحاضرة الأولى زين. إذا أنا أريد المحاضرات أخليها للأعلى، بس مجرد كليك يسرع عليها، أظل دايس عليها وأسحبها إلى الأعلى زين، حتصير بالأعلى. الواجبات أريدها مثلا قبل وسائل الإيضاح، أيضا أقدر أتحكم بها، كليك يسار وأظل دايس كليك يسار، وبالاتجاه بالماوس أحرك أعلى وأسفل زين. هنا مثلا أكو شغلة طبعا تقدر تحذف منها، تقدر تحذف يعني شغلة ضفتها تقدر تحذفها، تضيف أنت حر تعدل بيها. فهنا هسه بالستريم لو نجي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير اني منزل المحاضرة الاولى، طالب من راح يدخل راح يلقى ذني المواد الموجودة بالمحاضرة الاولى زين. هاي بالستريم، فالستريم هو عبارة عن بس مجرد يعني تسلسل زمني اللي ما تنشره انت، بس الكلاس وورك راح الطالب يدخل يشوف الامور مرتبة امامه زين. نجي بالنسبة للبيبول، البيبول انا هسه بما انه ما عندي طلاب، طبعا تقدر تضيف استاذ وياك، تقدر تضيف طلاب انت عن طريق ايميلاتهم تضيفهم، او هم يدخلون عن طريق الكود، فهنا راح يصير عندك مجموعه من الطلاب زين. طبعا هذا الكود شوفوا قايل لك عليه نفس الكود اللي هسه شفناه. من يصير عندك مجموعه طلاب راح تقدر تدز لهم رساله، هنا قدام كل طالب راح يطلع ثلاث نقاط، تقدر تدوس عليه كليك يمنى وتقول له ايميل ستودنت او شيء، تقدر تدخل على كل طالب وراح يعطيك الواجبات مالته، الامتحانات اذا انت منزل امتحانات الكترونيه. بالجريد هنا راح يصير ايضا عندك، هسه هنا انا ما عندي طلاب، بس بالجريد راح يطلع عندك اسماء الطلاب في حال عندك طلاب، وراح يطلع عندك امام كل طالب شنو المنجز مالته، سواء واجبات امتحانات، شوف شنو هنا راح تطلع كلها امامك، فتقدر تاخذها. المشكله شنو لحد الان يعني انا ما اعرف الطريقه انه شلون مثلا هذا الجريد نحوله الى ملف اكسل او ما شابه، يعني تقدر تطبعه كبي دي اف، بس كملف اكسل ما عندي شيء زين. بقت شغله اخيرا نشير لها، اريد اسوي لهم واجب للطلاب، اقول لك كرييت، احنا حكينا قلنا ضفنا ماتريال، الواجب او الامتحان تقول له كويز اساينمنت، كويز اساينمنت. طبعا الكويز اساينمنت لازم تحدد الدرجه مالته من 10 من 100 من 20 حسب انت، هنا تحدد الدو ديت، الدو ديت هو معناته الاخر موعد للتسليم، مثلا تعطي اسبوع مثلا اخر موعد للتسليم، انا اعطي مثلا يوم 30 بالشهر زين. الوقت اذا تريد تحدد له الوقت مثلا ايضا، اذا وقت وتاريخ التسليم اخر موعد. التوبك طبعا وين راح نخليه احنا؟ بما انه هو واجب فحخليه تحت عنوان الواجبات، او اذا عندي امتحان تحت عنوان الامتحانات زين.
بقى شنو عندي؟ أكتب هنا الواجب الأول. زين، هنا إذا عندي أي ملاحظات شيء حول الواجب أيضا أقدر أطبعها. هنا راح ينطيني هو بلانك كويز، راح ينطيني فورم جوجل فورمز، من خلاله راح أضغط عليها هنا، بس مجرد أن ينقلني إلى صفحة إلى فورم جوجل فورم. الجوجل فورم راح يساعدك تسوي كويز أو تسوي امتحان. طبعا هنا تقدر تغير اسمه، هنا تضغط راح تقول له الواجب واحد، وهنا أيضا راح تكتب له الواجب واحد. الواجب واحد هنا تكتب له مثلا المرحلة مثلا كذا، أنت شوف شنو المرحلة مال درسهم، المادة مثلا المادة كذا، زين السنة أو العام الدراسي كذا مثلا، زين راح تخلي هنا أنت شو اسمه. زين نجي هسه بعد هذا الشيء، طبعا تقدر تخلي له هنا سؤال، هو يعني مو سؤال بصيغة سؤال، طبعا هنا سؤال من الضيفة، سأنا ضفت سؤال، السؤال من الضيفة راح يعطيك مالتيبل تشويس الديفولت مالته، لكن تقدر تختار مثلا عندك تعاريف ما تقدر تختار مالتيبل تشويس، تختار باراجراف، تعريف تعليل شرح باراجراف. فهسه انا اريد اكتب اسمه، فاقول له مثلا اكتب اسمك الثلاثي مثلا. زين هنا طبعا هذا مجرد، بس مجرد تقدر تخليه ريكوايرد، يعني اذا ما يكتب اسمه ما راح يقدر ينقله الى السؤال الثاني. زين هسه خلي هذا نمسحه، هذا هو ضايفه. زين قلت له اكتب اسمك، نجي نضيف سؤال تعاريف. التعاريف اريد اضيفه اني سكشن جديد، سكشن منه اد سكشن، هاي الخطين كانما تضيف تفتح صفحه جديده، فتقول له اد سكشن، اكتب هنا عرف ما يلي، عنوان كبير عرف ما يلي، هذا سكشن مو سؤال. تحت هذا السكشن راح اضيف سؤال منه اد كويشن. شنو هو السؤال؟ اول تعريف اريده، طبعا التعريف شنو تنضاف؟ تنضاف باراجراف، ما تنضاف مالتيبل تشويس. فاقول له السؤال مثلا عرف مثلا الزوجه مثلا. زين هنا اقدر ابدي احدد درجات الانسر كي والبوينت، مثلا اعطي عليه 5 درجات. طبعا هنا بالتعاريف صعبه تعطي انسر كي بالتعاليل تعاريف، لانه كل طالب راح يعبر باسلوبه الخاص، فمن الصعوبه انه انت راح تعطي فد كي حتى يصلح عليه، لكن تقدر تعطي الكي اللي انت راح تصلح عليه. زين بعد تحت هذا السكشن اللي هو عرف مالي، اعطي تعريف اخر، اقول له مثلا الطاقه الحركيه مثلا، هم ايضا مالتيبل تشويس متر هم تعاريف، اعطي باراجراف، وايضا احدد له شنو البوينت مثلا 5 درجات. لاحظوا هنا تتجمع عندي الدرجات توتال بوينت، صار عندي سؤالين يعني كل سؤال عليه 5 درجات، فصارت 10 درجات. زين خلصت التعاريف، اريد اضيف مثلا مالتيبل تشويس، اضيف سكشن جديد، اكتب اختر الاجابه الصحيحه، اختر الاجابه الصحيحه. زين واضيف ايضا من ناس، ضفت السكشن منه واضيف السؤال منه، اضيف السؤال مثلا كذا، اكتب السؤال كذا كذا، اكتب هنا مثلا صح لو خطا صح، وهنا اكتب مثلا خطا، ياهو الخيار الصحيح مثلا، انا عندي فرضا الخطا هو الخيار الصحيح، فمنه اقدر اخلي انسر كي، يعني هي راح تصلح تلقائيا، احدد الدرجه مثلا 5 درجات واقول له يابا الاجابه الخطا هي الصحيحه، فهنا هو راح يصلح لي، هو راح ينطي درجه للطالب. زين واضيف ايضا منه اسئله واخلص. فهسه طبعا شنو هنا، هذا بالنسبه لاضافه الاسئله. طبعا تقدر تضيف تضيف مثلا صوره، مثلا هسه انا اضيف صوره زين، او مخطط مثلا منا اخذ مخطط او صوره او غيرها. زين مثلا خلينا نقول هاي صوره اريد اضيفها، زين واريد يشرح لي على هاي الصوره. زين ايضا ممكن اضيف صوره واخلي، لكن شنو اني اقدر اسوي بطريقه اخرى، اقدر اضيف سؤال عادي، فأضيف باراجراف عادي، لكن ويا الباراجراف أقدر أكتب سؤال مثلا اشرح المخطط الآتي، اشرح
المخطط الآتي، وأضيف له صورة منه، أضيف له صورة، أقدر أخذها الصورة من الصور اللي أنا موجودة عندي فوتوز، أو شوف شنو عندي صور. زين، اشرح المخطط الآتي وأضيف له الصورة، أقول له insert، فراح ينزل عند المخطط أو الصورة وراح يكتب هو الشرح هنا بلونج لونج أنسر. زين، وأيضا أقدر أسوي له أعطي درجة عليه، أعطي مثلا 10. زين، هذا طبعا قلنا الاشرح هو ما راح تقدر تخلي الانسر كي شويه صعبه، لانه كل طالب راح يعبر باسلوبه. تقدر تحذف الصوره منه اذا غلطت بها، تسنتر هي من يسرى تغيرها. زين، قول انا خلصت. هسه هذا طبعا ديفولت هو لون بنفسجي، فاريد اغير اللون، اسوي مثلا لون احمر، فاجي هنا اختار اللون الاحمر، راح يتغير عندي الى اللون الاحمر هاي منه. زين، عندي اريد اشوف الواجب. ها، قبل كل شيء اجي بالسيتنج، السيتنج ايضا مهم هنا عندي. السيتنج هنا طبعا هاي احكي بس الشغلات المهمه. طيب هنا من يقول لي ريستريكت يوزرز، ان مثلا انا هسه داخل بالايميل مال جامعه بغداد، فاقدر اخلي انه هذا فقط اللي عنده ايميل رسمي يقدر يدخل، او اقدر اشيله، او اقدر ايضا احدد هنا ليميت تو وان ريسبونس، لان اذا هذا ما تسوي له تشيك، هذا هنا ما تخلي له صح، الطالب راح يقدر يحل اكثر من مره الى ان يوصل للحل الصحيح، خاصه بالمالتيبل تشويس راح يعرف غلطه شنو، فراح يرد يصلحه. فانت منا تقول له ليميت تو وان ريسبونس، راح تخليه يجاوب مره واحده فقط. زين، هنا اديت افتر سبمت، هنا حاول هنا هاي لا تاشرها، من تاشرها الطالب من يحل وسوى سبمت راح يقدر يرجع يعدل على اجاباته. هاي اذا انت تريد هيك هالحاله فتخليه له صح، اما لا تريده اذا حل انه بعد ما يقدر يعدل فتشيل هذا الصح منه. هذا تقدر اذا خليته اتصور راح يشوف الاجابات الصحيحه، فيفضل انه يترك مغلق. نجي هذا بالجنرال، بالبرزنتيشن راح تقول له شو بروجريس بار، هذا شيء جيد يعني يراوي له شلون مدى التقدم مالته، وتقول له ايضا شفل كويشن اوردر، يعني طبعا الاسئله انت راح تقدمها للطلاب، فكل طالب راح تجي الاسئله مثلا ب ترتيب يختلف عن الطالب الاخر. اذا حددت شفل اوردر كويشن اوردر، اما اذا ما حددتها فراح تجي الطلاب كلها بترتيب واحد، فاني افضل ان هاي ايضا توضع هنا. اذا تريد تخلي له رساله انه بعد ما يكمل مثلا شكرا لاجابتكم، زين اجابتكم بقى اخر شيء هنا الكويز. الكويز هنا يفضل انه تقول له الريليس جريد، يعني مو راسا ينطي الدرجه للطالب. ليش؟ اذا انت اسئلتك كلها مالتيبل تشويس تقدر تقول له immediately after each submission، كل ما الطالب يسوي سبمشن راسا يعطي درجته، لانه هي مالتيبل تشويس وانت مغذي الصح ومن الغلط ومعطي الدرجات، فهو الجوجل كلاس هو راح ينطي درجته. لكن اذا عندك تعاريف تعاليل شروحات فيفضل انه تقول له later after manual review، يعني ما تعطي الدرجة إلا بعد ما أني أشوفها وأعطي درجة على الشرح مالته والتعاريف. زين، هذا فيفضل تقول له ليتر في حال عندك شروحات تعاريف أو تعاليل. زين، هنا respondent can see، الطالب يقدر يشوف الإجابات الخطأ. أنا أفضل أنه نشيل هذا الخيار لأنه راح يعرف شنو أخطاء، راح يبلغ بقية الطلاب ربما. correct answers الإجابات الصحيحة ايضا انا ما افضل اخليها. البوينت فاليو هاي ضروري الطالب يعرفها، قدام كل سؤال يعرف الطالب جيت هذا السؤال عليه. زين، اللي هي بوينت فاليو. فبعد ذلك اقول له سيف. هسه خلصت الاعدادات، خلينا نشوف هنا بالبريفرنس عندي شيء مهم. ما عندي شيء مهم بالبريفرنس. زين، فبهالطريقة هذا الكويز هو شوف هنا ايش قال لك، all changes saved to in drive saved in drive، فمعناته هاي هسه هو انخزن. فمن ارجع وين؟ ارجع على هاي الصفحة، راح احفظه للطالب، اقول له assign، من قلت له assign راح يندز، او اقدر شو اسوي له schedule، مثلا انا ما اريده اليوم اريده باكر، فاعطيه schedule واحدد له التاريخ اللي انا اريده، او اسيف درافت كمسوده بعدين اريد اعدل عليه. زين، فأنا يسر راح أقول له أساين حتى أراويكم شلون راح يظهر أمام الطلاب. سويت له أساين، فاش طلع أمام هسه هذا بعد أقدر أغلقه. إيش طلع أمام الطلاب؟ وين؟
المحاضرات أنا خليت لهم محاضرة، الواجبات أيضا خليت لهم واجب، الطالب راح يضغط على هذا الواجب. طبعا هنا راح يبين لك أنت كأستاذ، راح يبين لك هنا كم واحد سلمك الواجب، وش طبعا إذا عندك مثلا خلينا نقول 30 طالب، هنا راح يخلي لك assigned، يعني هذا الواجب راح ل 30 طالب، كل ما يجاوبون هنا راح يزداد الرقم 1 2 3، شوف كم واحد جاوبك. فأنت بس تدخل راح تعرف أنت كم واحد جاوبك على هذا، راح شلون تصلح لهم. إذا خاصة إذا عندك شروحات راح تدخل على الواجب ضغطتين راح ينقلك صفحة الواجب. الطالب راح تطلع له بهالطريقة، هاي راح تطلع له بهالطريقة، يكتب اسمه هنا زين، وراح ينتقل من سؤال إلى سؤال ويقعد يحل يحل سواء بالموبايل أو سواء بالحاسبة يحل. وآخر شيء من يخلصها راح يقول له سبميت، من قال له سبميت بعدها هي ينزل لك شو اسمه. أنت كأستاذ هاي ما راح تدخل هنا على مود تصلح للطلاب، تروح على هذا القلم الموجود بهالجانب اللي هو edit edit this form، تدوس عليه زين، طبعا تقول له ليف زين، تدوس عليه راح ينقلك الى صفحة انت كأستاذ تشوفها، تقدر تعدل تقدر تضيف تحذف. هنا بالquestion بالresponses هنا راح تلقى الاجابات الواصلة لك وراح تقدر تصلحها. هنا من تجي على responses، عفوا من راح تجي على responses راح تجي لك الاجابات. هنا طبعا صفر responses بس انت راح تلقى هنا الاجابات، وراح كل اجابة تطلع لك كاملة وتقدر تصلحها. طبعا هنا تقدر تقول له get email notification for، يعني كل ما تصير اجابة جديدة طبعا حتى يجي لك ايميل او اشعار بانه جتك اجابه جديده من طالب معين، فتقول له جيت ايميل نوتيفيكيشن فور نيو ريسبونسز، فمن تاشر راح تجيك ايميلات انه فلان اجاب فلان اجاب فلان اجاب، فراح تعرف انه اكو اجابات اجتك زين. لكن حاذر حاذر انه تقول له ديليت اول ريسبونسز، لان كل اجابات هذا راح تنحذف عندك، يعني هذا جهد الطلاب كانه ما راح يضيع. يفضل انه بعد ما يكمل الطلاب تقول له داونلود ريسبونسز، هاي تحتفظ لك ملف كملف اقصى لك. و يعني يفضل انه ما تحذف اجابات الطلاب الا اذا اللهم مرات بعض الاحيان الطالب مثلا عن طريق الخطا سوى سبمشن سبميت قبل ما يجاوب او شيء، يعني بسبب انه الانترنت او ضعيف او الارتباك، فتقدر تحذف اجابته هو فقط الطالب منه، من اكو اجابه راح تقدر تحذفها حتى يقدر يجاوب مره اخرى. هذا ما يخص طريقه الجوجل كلاس روم، تحياتي لكم.